ورجعنا لكم بعد الفاصل، وسعدنا ان يكون معنا الاستاذ مصطفى علي مفسر الاحلام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا طبعا بحضرتك استاذ تامر. حضرتك طبعا كنت معانا من بدايه الحلقه، واستمتعنا بنقاش شيق مع حضرتك، وخدنا راي العلم في الامور اللي احنا شفناها والظاهره الطبيعيه. والنهارده عايزين برضو حضرتك توضح لنا ايه هي الرؤيه. قبل ما اخش كده سريعا على موضوع الرؤيه، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للفقره اللي فاتت احمد تايسون، عشان الناس ما تتوهش مننا وندي للناس حبال دايبه ويتشتت ذهنهم في ايه الظاهره دي، ايه القوه دي. دي حاله مرضيه بيتلبس فيها الجن بالانس وبيستخدم قدرته هو، والجن ليه قدرات بس لا اكثر ولا اقل. ولذلك انا بدات يعني معاه، تقصد حضرتك تقول ان ده تلبس من الجن؟ انا بدات معاه بان انا سالته الاول على الاعراض زي الدكتور. تمام. اعراض موجوده بتاعه المس، تمام. خلاص ده ممسوس. تمام يا فندم. وبيتعامل معاه. نرجع بقى للموضوع. نرجع إيه لموضوع الرؤيه بقى. الرؤيا آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى في المنام. ربنا بيقول ومن آياته منامكم فرق بالليل وبين الحلم برضه والنهار. لا ده اتكلمنا عليها في اتكلمنا مصر عليها الحياة. في مصر الحياة في حلقة قبل كده، بس احنا برضو عايزين نوضحها للسنة المشاهدين. الرؤيا الأول هي حالة من الإدراك الخاص يحدث أثناء النوم. ليه الإدراك الخاص؟ ممكن أقول إدراك بس، لا إدراك خاص، لأن احنا في اليقظة بندرك الأشياء بالحواس الخمسة. الأذن بتسمع، العين بترى، حاسة الشم، اللسان تذوق، الجلد بايه بيمس الايه، يعرف ده خشن ده ناعم. دي الايه الحواس الخمسه دي بتبقى في اليقظه. طب انت بتشوف ازاي حضرتك وانت نايم وعينك مقفوله؟ يعني حضرتك الرؤيه من عند الله، من الله سبحانه وتعالى. الرؤيه من الله والحلم من الشيطان. فدي بتبين لنا عظمه قدره ربنا سبحانه وتعالى في الكون وفينا. ربنا بيقول وفي انفسكم افلا تبصرون. كل الاخيله او الصور او الحيوانات او الانسان او النبات اللي بيشوفه الانسان في المنام ده يطلق عليه رؤية. الرؤية دي بتلفت نظرنا لعظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى من عدة جوانب. حضرتك تقصد تقول برضه طول ما الإنسان قريب من ربنا سبحانه وتعالى بيبتدي إن ربنا سبحانه وتعالى بينور له طريقه عن طريق الرؤية. ده صحيح، لكن أنا بتكلم على الرؤية في حد ذاتها كرؤية ذات. هي آية من آيات ربنا في الإنسان. إن إزاي بتشوفك، بتشوفه وعينك مقفولة، بتشوفه أنت. ربنا قال في أهل الكهف وضربنا على آذانهم. قفل الأذن دي ملهاش غطا زي العين. أكيد. لكن ربنا عمل حاجز عشان ما تسمعش اللي بره فتصحى. أكيد. لكن انت بتسمع جوه الحلم وبتشوف جوه الحلم بدون الحواس الخمسه. ممكن عده اشخاص يشوفوا رؤيه محدده، هل تفسير الرؤيه دي بيختلف من شخص لشخص مع انه هو ممكن يكون نفس الحلم؟ ندي لحضرتك مثل وللساده المشاهدين يوضح ان كل انسان له تفسيره. نقول مثلا رمز الكرافته. كرافته مثلا في العموم بنسميها مثلا رمز للوجاهه او النزاهه مثلا. لكن هل ده التفسير ده ينطبق على كل الناس؟ لا. أكيد. واحد مثلا زي حضرتك اعلامي فلما يطلع لابس كرافته يبقى دي زياده وجاهه. تمام. واحد مثلا مفتي ما بيلبسش اساسا غير الجبه والقفطان والعمه، ما بيلبسش كرافته، شاف في المنام هو لابس كرافته جميله عليه، يبقى دي امانه العلم في عنقه او امانه. تمام. الفتوى في عنقه او مفسر احلام. بس لو مجرم برضه شاف ممكن تكون حبل المشنق. لو مجرم تبقى حبل المشنق. يعني عقوبه يختلف تصل من شخص لشخص مع ان الحلم ممكن يكون هي الرؤيه واحده. واحد. ولذلك ابن سيرين عرض عليه رؤية، واحد قال له انا شفت ان انا باذن، قال له هتحج. واحد تاني في نفس المجلس قال له انا شفت ان انا باذن، قال له انت هتسرق وتقطع يدك. وقد كان التفسيرين فسالوه يعني كيف هذا؟ قال الاول وجدت في وجهي سمات الصلاح فاولته، تذكرت قوله تعالى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. الثاني شفت فيه سمات الشر والسوء فتذكرت قوله تعالى ايتها العير إنكم وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إذا كل إنسان له تفسيره الخاص به حسب حاله. بيختلف على حسب الرؤية اللي شافها وحسب الحال بتاعه وحسب مهنته ووظيفته وحسب سنه وحسب بالزبط. الأمور دي كلها. طب هل علم تفسير الأحلام ده من العلوم الشرعية؟ الأول نقول إيه هي العلوم الشرعية؟ إيه هي؟ القرآن الكريم، السنة النبوية، الفقه اللي إحنا بنستنبط منه الأحكام، أصول الفقه، علوم كثيرة في شرع اللغة. طيب ثبت أن الرؤى والأحلام وقواعد تفسيرها بترتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن وبالسنة وبالفقه وباللغة، إذن هي علم شرعي. أيضا تحدث القرآن في أكثر من موضع عن الرؤى وتفسيرها وعن المعبرين وعن الأحلام. سورة يوسف سورة بتتكلم عن معبر وإن كان نبيا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بتحكي حياته، بتحكي رؤية بدأت برؤية وانتهت بتأويلها ومرت يعني تخللت خلالها رؤيتين الصقر والخباز ورؤية الملك، اتكلمت عن المعبرين والمدعين
اللي ادعوا ان هم بيعرفوا يفسروا. طيب احنا شفنا ظواهر كتير حصلت في الاعلام او اللي هو الشعب المصري بطبيعتنا شعب طيب، بيقول مثلا انا شفت الدم في الحلم يبقى الحلم ده فاسد، انا شفت في الرؤيه دي مش عارف ايه، واخدين نظريه معينه بتطبق على كل الاحلام، او شفت شيء من الكلاب المخيفه او من الافاعي، ده مرتبط بمرض او مرتبط بسحر او مرتبط بحاجات برضه؟ لا، حسب ما يشوف الانسان نفسر. يعني مثلا في حاجه اسمها الموروثات الخاطئه، موروثات شعبيه خاطئه زي الدم مثلا يفسد الحلم، هذا الكلام غير صحيح، عايز حلقه لوحدها نقول بيقولوا ايه والرد عليها. تمام، هو موروثات النهارده خاطئة. احنا برضو يعني بنشكرك على فقرتنا النهارده، واحنا بس حبينا ان احنا نعرف الساده المشاهدين ان عندنا الاستاذ مصطفى علي في تفسير الاحلام، هيكون في فقره ان شاء الله موجوده باستمرار كل شهر حلقه للاستاذ مصطفى لتفسير الاحلام، وكل الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا اللي عنده حلم او عنده رؤيه عايز يفسرها او يعرفها هيبقى ان شاء الله من خلال الحلقات اللي جايه. فحبينا النهارده ان احنا نستمتع بلقائنا مع حضرتك، وبنشكرك في لقائنا معاه رغم بس دي الوقت، كان نفسنا نطول مع حضرتك لان موضوعنا وموضوع تفسير احلام محتاج حلقات كتير طبعًا. ان شاء الله يا فندم نخرجك ونشكر المخرج، شكرا، نشكر الاستاذ محمد المالكي، ونشكر جميع فريق الاعداد الاستاذ نرمين مرزوق والاستاذ اسامه شفيق وكل الموجودين في الاعداد، ونشكركم جميعا ونقول لكم في كل حلقه زي ما عودناكم يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، واللي بيحب مصر يخاف على مصر، والى اللقاء في حلقه قادمه.